مسلسل سفر الدم الجزء الثاني ان شاء الله هيتعرض برضه على NBC مصر اكسكلوسيف. فرحانه جدا بالنجاح اللي عمله في الجزء الاولاني وبتمنى ان هو يلاقي نفس النجاح ان شاء الله في الجزء الثاني. الورق حلو جدا، استاذ مجدي صابر كاتبه بشكل هايل. النهارده عندنا مشهد عزا وفي مشهد تاني. انا مش لابسه اسود عشان العزا بس، لابسه اسود عشان المرحله اللي فيها المسلسل الجزء الثاني كله بيبقى فيها احزان وموت وحاجات زي كده، ففي حداد عندهم في البيت. عيلة نصرة اللي هي مدام عبلة كامل وانا واميرة هاني. نشوف طبعا هيحصل مفاجآت كتير الجزء الثاني، ومنهم ان انا مثلا هكون شخصيتي هبتدي اشتغل في حاجة مهمة جدا وابقى حاجة حد من الناس المهمين جدا في البلد، في نجع حمادي. اكيد طبعا داخلة بحماس لان احنا اوريدي نجحنا في الجزء الاولاني، فمبسوطة جدا داخلة عايزة اعمل احسن من اشتغلت الجزء الاولاني، عايزة اقدم احسن حاجة عندي. هو عامة عالية اللي انا قدمتها في الجزء الاولاني واللي لسه بكملها الجزء الثاني من اصعب الشخصيات اللي اتعرضت عليا في حياتي، يعني لدرجة ان انا اول ما اتعرضت عليا عالية كنت بفكر ان انا اقف، كنت خايفة منها جدا.